معنا على الهاتف المهندس سلمان النمشان مدير استاد الملك فهد الدولي. ومساء الخير ابو مخلد. الله يمسيكم بالخير، امسي عليك اخوي عادل، امسي على اخواني معك في اهلا وسهلا المشاهدين. اهلا وسهلا فيك ابو مخلد. غدا احتفال بعميد لاعبي العالم، ويبدو انك من حقك ان تنصب عميد مدراء الملاعب في العالم العربي. الف مبروك تواجدك في الاتحاد الدولي. انا ابارك لكم انتم قبل ما ابارك لنفسي، لانه يمكن انا اقولها ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني اغبطكم ولا احسدكم على الشيء اللي انتم فيه من تميز. شكرا لك. اسال الله سبحانه وتعالى ان نصل الى ما وصلت اليه من هذا التميز. شكرا لك ابو مخلد. ماذا سيكون عملك بالضبط في الاتحاد الدولي؟ يعني عطنا بس نبذه مختصره. باذن الله. انتم يمكن الكل يعرف انه من 2005 انا مفتش استادات ومفتش امن وسلامه، ثم اصبحت مراقب مباريات في الاتحاد الدولي وفي الاتحاد الاسيوي. صحيح. الان اصبحت في اللجنه الرئيسيه للاستادات وامن وسلامه المنشات. العمل هو انه في لجنه يتم استعراض المخططات لاي استاد جديد يبنى دولي، ويعمل عليه الملاحظات. ثم يقوم الاتحاد الدولي بزيارات تفقدية أثناء تنفيذ أي أستاذ جديد للتأكد من اكتمال عناصر الأمن والسلام ومتطلبات الأستادات. في بعد انتهاء العمل يتم مسح هذه الأستادات للتأكد من جاهزية الأستاذ للتشغيل أمنيا وفنيا. ثم بعدها إذا كان هنالك مباريات ذات خطورة عالية أو ذات أهمية عالية، يحضر سواء مفتش او احد اعضاء لجنه الامن والسلامه الى الموقع قبل فتره. نعم. للتاكد من عمل الاجتماعات اللازمه، للتاكد من سكن الفريق الضيف، للتاكد من جماهير الفريق الضيف. نعم. للتاكد من اكتمال عناصر الامن والسلامه، يعني نقول من المطار الى المطار سواء جمهور او فريق، وفي اثناء المباراه يكون كل الاجراءات الامنيه مؤمنه. نعم. بعد كده اعداد التقارير ايجابا او سلبا. نعم. يعني اذا كان هنالك ايجابيات تعمم ويشكر من عمل الايجاب، اذا كان هنالك ملاحظات طيب. يتم وضعها في تقرير على اساس تلافي عدم وقوعهم فيها مره ثانيه. طيب، عموما احنا يعني نتمنى لك التوفيق، وبالتاكيد انت واجهه يعني مشرفه للسعوديين. وبكره ان شاء الله الملعب حيفتح الساعه كم؟ استغل وجودك بس اسالك. بمشيئه الله الملعب الساعه 3:30 مفتوح. وبمشيئه الله لن يمل الجمهور. نعم. وبمشيئه الله سيكون كل شيء موفر للجمهور. نعم. الجمهور عزيز علينا. محمد الدعية عميد لاعبي العالم، محمد الدعية قدم للوطن وقدم لنادي الطائي قبل ان يقدم ايضا لنادي الهلال الشيء الكثير. محمد الدعية لا يمكن يختلف عليه اثنين. لذلك صحيح الجمهور الكل حيحضر، والكل ان شاء الله بمشيئه الله عقدناها وتوكلنا. لذلك نسال الله التوفيق. كل البوابات مفتوحه طبعا. جميع الابواب مفتوحه، 54 بوابه عن 8 ممرات رئيسيه. فقط اذا سمحت لي تفضل ابي الفت النظر انه الجميع يجب ان يعرف انه البوابه الغربيه الرسميه والمواقف الغربيه ستكون مخصصه فقط لحاملي بطاقات الدعوه. نعم. ولبطاقات المنصه البلاتيني والذهبي وللجان العامله وللاخوه ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق ابو مخلد، شكرا على جهودك، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق في قادم الايام. شكرا لكم. شكرا للمهندس سلمان النمشان.